ها هي طولكرم تسجل نقلة نوعية على الصعيد الطبي، لا سيما العمليات الجراحية، وذلك بالحصول على جهاز المنظار الثاني في المراكز والمستشفيات الحكومية بعد رافيديا، وبذلك تصبح طولكرم مركزا طبيا يستقبل الحالات المرضية من مختلف المحافظات. حصلنا في مستشفى طولكرم على جهاز منظار، هذا جهاز المنظار راح يخدم عدة أقسام. احنا عندنا كادر متطور وكادر متدرب لإجراء مثل هذه العمليات في مستشفانا، متطور وإجراء عمليات نوعية بواسطة المنظار لاستئصال الزائدة الدودية، استئصال المرارة، لإجراء بعض العمليات أو للاستكشاف، خاصة وأن هذه الخدمة تقتصر فقط على مستشفى رفيد الحكومة. بوجود هذه الخدمة وفرت، وإن شاء الله نطمح إلى المزيد. كانت أيام الانتظار تطول من أجل إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية، مما يستلزم حجزا مسبقا يستمر لأشهر، عدا عن المضاعفات التي تلي العملية الجراحية. لكن طولكرم تتميز اليوم طبيا بامتلاكها لجهاز المنظار الخاص بإجراء العمليات الجراحية بمختلف أشكالها. الحمد لله بعد عدة مطالبات متكررة لتوفير هذا الخدمة، بكون أنه الكادر الأساسي متوفر من ناحية تمريضية، وإحنا كأطباء متخصصين في هذا المجال موجودين هنا. الحمد لله تم الحصول على جهاز المنظار الآن بقدرته البدائية. احنا باشرنا اليوم عندنا أول حالة، رح نفتتح الجهاز، عملنا تيست عليه، يعني احنا من الصباح نشغلين، وصلنا أسبوع كامل بنحاول ندبر ونرتب الأمور، إن شاء الله رح نتجاوز كل المشاكل وكل المعوقات، واليوم عندنا أول حالة بإذن الله الآن. شيماء عبرت عن ارتياحها لتخلصها من الألم الذي استمر لأشهر. انتهى اليوم بالتخلص من المرارة بعد إجراء عملية منظار كان من المفترض أن تنتظر لأشهر إضافية. الحمد لله، الحمد لله كلهم تمام، شكرا. بشكرهم كتير، وخصوصا جهاد حسون اللي قائم على العملية. هاي العملية نوعية، وكنا يعني بدنا أشهر مشان نعملها مثلا في رفيدة أو في رام الله، فإحنا مشكورين جدا لإدارة مستشفى ثابت والقائمين عليها، وكذلك نشكر الدكتور جهاد اللي قام في هذه العملية. هذه خطوة واحدة على طريق التميز لمستشفى ثابت الحكومي بطولكرم، والذي تسعى إدارته لأن يصبح في المستقبل القريب مركزا طبيا يخدم محيطه، عدا عن أنه موقعا تعليميا يستضيف العديد من طلبة الطب الخريجين. ريهام أبو حبلة، تلفزيون الفجر الجديد، طولكرم.